يا الله، السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله راح نصوركم وقت التطورات المحمية ونشوف شكو ماكو. طبعا انا شفت الاحشاش قبل لا اصور. هذا عندي واحد هنا مفقس ما شاء الله، طبعا بيضته مخنوقة، البيضة الثانية، العفو، البيضة الثانية مختنق الفرخ بالبيضة وما طلع، فهسامي اصوركم اياها. عندي هاي هاي منقر، يجوز ان شاء الله اليوم باكر يطلع. وعندي ذيك الاخيره العسليه هم فقست البارحه، طلع فرخ واحد، البيضه الثانيه طلعت خربانه. طبعا هاي ما هذا الفرخ مالتها البارحه فقس ساعه العصر، لقيتها مفقسه. طبعا هاي الام عسليه والفحل اعتقد المشجر، فهاي راح نشوف شنو ايش راح يطلع لنا، ما نعرف. هاي تجربه راح تصير ان شاء الله بالمحميه، راح نبقى على كل فتره ما اصور لكم اياه ونشوف شنو شلون يتطور، شلون يصير شكله، وان شاء الله خير. شوفوا هاي الطيرة، هاي كلش حنينة. الشباب ذن البيضات ثلاثة، طبعا واحدة منها من هاي العش اللي هي مختنق الفرخ بالبيضة وميت، وعندي هاي ما شادة، وهاي الأخيرة خربانة، يعني دمار مفجور يصير، يعني شادة بس خربان. فهذن طلع عندنا ذن اثنين الحمد لله، وان شاء الله بكي هذا يطلع خير وبركه. وعلق له احد الاخوه شوف التعليق البارحه، قال شلون اعرف البيضه شاده لو ما شاده؟ طبعا انا هاي اردت اصعد بالليل اصورها بس انشغلت يعني صراحه، لان على مود بالليل تصير شوي اوضح، بس راح اشرح لها هسه ان شاء الله وتوضح عند الصوره. عندها هسه ذن بيضتين اللي هي هاي خربانه، هاي خربانة وهاي ما شادة. يعني طبعا هي من شكلهن مبينات، يعني بالحقيقة مبينات، بس هاي من تضرب عليها اللايت راح تشوف اكو شرايين تصير، يعني بعمر 5 ايام او 6 ايام تسوي هاي الطريقة، تشغل اللايت ما التليفون جوا البيضة، يعني تخلي الفلاش كلش على البيضة، فتباوع على البيضة راح تصير شرايين اكو، فهاي شادة. وهاي الما شادة راح تطلع لك هيك بس، يعني بس بياض، يعني ما بيها اي شيء، فهاي ما شاده. بس انت لازم اذا تريد تفحص تفحص من ورا الخمسة ايام 6 ايام وانت صاعد، اذا قبلها يطلع عندك يعني ما تبين عندك شاده لو ما شاده. والافضل يعني ما تفحص، بس اذا كانت عندك طيور جديده تريد تشوفها شاده لو ما شاده بعد هاي بكيفك. انا لا افضل ما افحص البيض، بس هاي يعني الاخ طلب من عندنا فنشرح له. واكو احد الاخوه علق لي قال لي ايش قد يبيض، اكثر من شخص طبعا علقوا له هاي الفتره الاخيره، ايش قد يفقس البيض مال الملكي. طبعا البيض مال الملكي يفقس 14 يوم بالصيف، اذا بالصيف 14 يوم يفقس، واذا بالشتاء يبقى ل 16. حبيت اجاوب على ذن السؤالين، طبعا اسئله هواي، قلت ان شاء الله راح اخصص لهم حلقه بس ذن السؤالين اجاوبكم عليهم. وعندي هاي الطيره المشجره هاي الفوق اللي تشوفونها، صار لها كم يوم يعني وضعيتها شوي صراحه ما عاجبتني، نافشه ريشه، فراح اسوي لها خلطه هسه. انا البارحه خمرت لها ثوم، لما اصور لكم اياه، هذا ثوم خليته بهذا لتر ونص مي، خليته من الليل، خليت تقريبا 7 فصوص ثوم، وراح اخلي عليها احصر عليها ليمون، هاي طبعا مطهر للامعاء ويفيد التنفسيه، وهم منشط عام يعني او مناعه، رافع مناعه هم، فراح اسويهن ان شاء الله هم راح تتحسن عليها اشياء كثير. طبعا يفضلوا ياها خل التفاح، بس الصراحه ما عندي خل التفاح،
فراح اخلط هاي ان شاء الله، وان شاء الله هم اصور لكم اياها بالايام الجايه ونشوف الفرق. صراحه خامله هالسيد هاي، صار هاي تقريبا اكثر من اسبوعين 3 اسابيع على هاي الوضعيه. فهذا يتنقع يتخمر، يعني الثوم والمي يتخمر فد بالليل، والصبح تخليه الهن، وحاول الصبحية يعني او بالليل تشيل المي من عدهن والصبح تخليهن حتى يشربن اكثر، يعني مي اكثر من العفو، هاي الخلطة يشربنها اكثر من المي العادي على مود يفيدهن. الليمون ما ينعصر ويا يعني بالليل، لازم الصبح من يتخمر نعصر الليمون على مود ما يصير يتفاعل اذا خليناه بالليل، فالصبح افضل. هسه هذا نخلي بس المي، هذا لتر ونص مي، طبعا بقى قليل شوية يعني ما متروس، كملت مي عادي على مود يلوحنه. طبعا هذا الظهر ان شاء الله واشيله ارجع له المي، المي النظيف يعني ما بيه ثوم. هاي مثل ما تشوفون ربع ليمونة كلش كافي. هاي صراحة خبطة زين، وعلى مود ابدلهن هذا المي حتى يبقى بس من هذه الشربة. شباب هو يقولوا اللي انت دائما تنصح بالتربية الخانات، ويقول يابا تربية الخانات احسن من المحمية، وانت تربي بمحمية. طبعا حقه اللي يسأل السؤال، والله حقه، لان انا دائما احكي اقول تربية الخانات افضل من تربية المحمية، يعني بهواي بالنسبة للانتاج. بس الخانات الصراحة ما بها اي متعة بالتربية، يعني وشوية هم متعبة بنفس الوقت. يعني انا دائما يعني انا اصور وانزل لكم فيديوهات، فالخانات ما بها متعه، مو مثل المحميه. فهسه مثل ما تشوفون يعني منظرهم حلو وطيور تطير، يعني ماخذ راحتهم. الخانات هي زوج بخانه قفص صغير وهاي هي، فما بي اي متعه. بس كانتاج لا، انتاج خير من الله. وان شاء الله انا هم راح ابدا اربي بالخانات، بس يعني راح اربي لي راح اسوي 6 خانات. يعني انتم تدرون عندي هاي الخانه بيها 3 طوابق، فراح ادق واحده بعد بقدها نفس القياس واخليهن هنا، يعني من برا المحميه، يعني مو ما تاخذ مساحه من عندي، من برا المحميه راح تصير واحده من هنا اللي هنا، والثانيه من هنا اللي هناك راح تصير. وافتح لهم بيبان من هنا، يعني الاكل والمي من داخل المحميه، بس هي من برا. وراح يعني اضربهن هنا السيم مالتهن نفس هذا السيم المربع، فراح اضربهن لو سيم مال بايك، لو هذا القماش الاخضر الزراعي التور، اضربهن من برا واخليهن يعني اثبتهن من برا، راح اثبتهن وافتح لهم بيبان. الصراحه ان البيبان ما راح يجيني يقعدن هنا، فراح افصلهم من جديد، فافتح البيبان منها بحيث يعني اقدر اخليهن اكل ومي منها من جوا. راح يصير عندي 6 خانات، راح عندي انا عندي الحمر عندي بس فحل واحد و4 طواير، يعني هسه الفحل زاوج له طيره، وباقيات عندي 3 طواير بدون فحله، يعني عندي 4 طواير وفحل واحد الحمر. فان شاء الله اريد اجيب لهن بعد فحله، وعد العسلية هاي راح اجيب لها فحل عسلي على مود المشجر هم اطبكن، يعني راح يصير عندي زوج مشجر اطبكن بخانة، وهاي العسلية اجيب لها فحل عسلي يصير عندي زوج عسلي. والحمر احتاج يعني فحلة 2 او 3 فحلة هم، يعني المهم راح اسوي انا 6 زواج اخليهم بالخانة، والباقي راح يبقى هنا، بس اللي يبقى هنا اغلبيته عادي راح يبقى. وراح ان شاء الله اذا يعني ينتج عندنا المخاليف راح انذبن هنا بالخانه هاي على مود يجهز بسرعه.
لان صراحه انا بالمحميه هسه من سويت المحميه هاي الجديده لحد الان انا ما عندي اي انتاج، يعني انتاج كلش كلش قليل. يعني لحد هسه انا من الشتاء بديت بيها لحد هسه مطلع بس 4 افراخ، العفو 5 افراخ ما عدا ذن الفرخين جدد، يعني ما نعرف بين يعيشن يموتن فما نحسبن. هسه طلع بس 5 افراخ، 4 من عتن عادي وذاك التك طلع احمر، ذاك التك اذا تتذكرون كان الطيره العسليه بيضت على السعف، فواحد من انا ذبيت بيضه جواها طلعت مال حمر، فهذا تك احمر بس، يعني انتاج كلش قليل. فاحنا هم نصور لكم وهم نريد نستفاد، يعني مو الا استفاده يعني، بس يعني مصرفهن اكلهن علاجاتهن لقاحات. يعني صراحه انا لقح اللقاح الالماني ب 8000 العلبه الوحده، فدائما القح وما مصور لكم هذا الفيديو. ان شاء الله هم اصور لكم اياه بعد تقريبا 15 يوم يستحقن لقاح واصور لكم اياه. انا كل شهر شهر ونص القح، فان شاء الله راح نربي، يصير عندنا تربيه جماعيه وتربيه خانات والتسهيل من الله ان شاء الله. شباب وهاي نهاية الحلقة، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. تحياتي للجميع.